لشخص بيعمل موسيقى من زمان، وبلشت بفترة كان الواقع كتير مختلف والمشهد كان كليا مختلف. انه اشوف الاشي هيك بهاي المرحلة It's very empowering. فاس مخكونة زي البابا غنوش، وتتذكر لما يوم جالكم بابا تغنوش بالراب لا حد ما نموت، معناش نعيش فبينا نعود. اول مرة باجي على السعودية، اول مرة بكون بالاكس بي، وكانت تجربة رائعة. كتير صعب انك تلتقي مع ناس بالميوزك بشكل عام، يعني كل حدا ببلد، مش كتير الناس عم بتسافر وبتلتقي في بعض. فاشي زي اللي يعملوه ميدل بيس واشي زي الاكس بي عم بسمح للناس الفنانين وناس الميوزك اندستري كلياتها تلتقي وتكونكت وهيك، وهذا الاشي از اميزنج. يعني قابلت دافنشي، قابلت سولجا، اتس انسين صراحه الاشي، انه مش مصدق ان هدول الناس بسمع لهم واي لاف ذير ميوزك وهيك، فانه التقي فيهم وتو كونكت وذ ذيم اتس اميزنج. حاسس انه الفنانين الجداد اللي عم بيطلعوا من السعوديه، مثلا مؤيد النفيعي، كثير غير، كثير انترستنج. يعني ذير از ديفينتلي ا ساوند للسعوديه يعني، بس اتس ايفولفينج.